نعم. على سبيل المثال احنا قبل 2015 ما كانش عندنا استاذ محمد، يمكن اللي حضرتك بس عندي تعقيب فقط على الجزئيه اللي حضرتك ذكرتها، بتيجي في اولويات هذا التقييم اللي حضرتك قلته بشكل سريع ملف الرعايه الاجتماعيه او العداله الاجتماعيه اللي احنا تابعناه على مدار السنوات القليله الماضيه. عايزه حضرتك تقول لي امثله، يمكن حضرتك كنت هتذكر الان امثله لهذه المنظومه، وانعكاسها ايضا مهم جدا، يهمني ايضا انعكاسها على الاقتصاد ككل في اطار حديثك، يعني توضحه لنا ايضا. يعني طبعا بشكرك على السؤال. هو لما حضرتك تشوفي كل السياسات الاقتصاديه اللي احنا اتبعناها من 2014 لحد النهارده، هتلاقي ان هي لا تندرج الا تحت مسمى العدل وخلق التوازن بين الناس وبعضها، وخلق التوازن بين الطبقات وبعضها، خلق التوازن ما بين احتياجات هذا المجتمع واحتياجات المصريين وبين قدرات الاقتصاد على ان هو يلبي هذه الاحتياجات. احنا كان عندنا فجوه كبيره جدا ما بين احتياجات الناس وبين قدرتنا على تحقيق هذه الاحتياجات، كان في فجوه كبيره جدا. على سبيل المثال توفير فرص العمل، ده احتياج اساسي عند اي انسان واي مجتمع. احنا كان عندنا معدل بطاله مرتفع جدا، فده خلق حاله من اختلال التوازن في المجتمع، عندنا عدد كبير من العاطلين. انا بتكلم هنا عن فتره 2011 لحد 2014 بالاخص. هذه الفتره كان فيها اختلالات كبيره جدا، وكان فيها انتشار لمفهوم الظلم، كان في ظلم كبير جدا وظلم بين لطبقات كثيره من المجتمع المصري. فاحنا كان عندنا ملايين المصريين مش لاقيين فرصه العمل، ده رقم واحد. رقم اثنين، كان عندنا ملايين المصريين اللي كانوا يعيشوا في مقابر أو يعيشوا في مساكن غير آدمية لا تليق بأنه إنسان في القرن 21 يعيش فيها. ملايين المصريين كانوا فيها، ده أيضا شكل من أشكال الظلم. عندنا كمان ملايين الأسر المصرية اللي لم تجد لها أي حد يساعدها أو يقدم لها الاهتمام والرعاية. على سبيل المثال سيدات تعول أسرها بمفردها بدون عائل أو بدون رجل أو بدون زوج، أو زوج يعاني من عجز معين أو أنه هو غير قادر على العمل. عندنا ملايين المصريين المرضى اللي كانوا على قوائم الانتظار مش لاقيين مكان يدخلوا يعملوا فيه عملية جراحية. احنا بنتكلم ان احنا لو الحلقه او الوقت لن يكفي ان احنا نسرد الامثله على اشكال الظلم الواقع على ملايين المصريين في الفترات السنوات السابقه. النهارده احنا بنتكلم عن معدل بطاله تقريبا هو الافضل من اكتر من 35 سنه، عند 7.2%. كان عند من 6-7 سنين فقط كان عند 13-14%. طيب ده اول حاجه فرص العمل. رقم اثنين، عندنا الملايين المصريين اللي تم ادخالهم اللي كانوا محتاجين عمليات جراحيه. الناس دي اسر بالاف الاسر اللي كانت محتاجه عمليه جراحيه، وكانت العمليه ميعادها بيبقى كمان 8 شهور، كمان سنه، كمان سنتين، لان ما فيش قدره استيعابيه في المستشفيات. النهارده الاسر دي طبعا بعضها لو ما كانش عمل العمليه كان ممكن يتوفى، كان في اسر ممكن تتدمر. فاحنا عندنا اكتر من 8-9 مليار جنيه اتصرفت فقط على هذا البند، ان احنا ننقذ الاسر دي اللي هي العائل اللي فيها او الابن او الابنه كان محتاج عمليه جراحيه عاجله على نفقه الدوله. وفي القطاعات كلها ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، احنا عندنا حوالي 4 مليون. صحيح طبعا احنا لحد 2015 ما كانش عندنا حاجه اسمها اصلا تكافل وكرامه، يعني المصطلح ده النهارده هو منتشر لكن هو من 5 سنين فقط كانش موجود حاجه اسمها انه 4 مليون اسره مصريه النهارده معاهم كارت بيسحبوا منه فلوس، كارت بيقدروا ان هم ياخدوا خدمات علاجيه مجانيه، كارت بياخدوا منه بعض الاعانات الشهريه، كل ده ما كانش موجود. فبالتالي احنا بنتكلم عن انه كل سياسات الدولة المصرية في اخر 6-7 سنوات كان الهدف منها هو خلق التوازن. فاحنا بنتكلم عن انه حتى التوازن ما بين الطبقات وبعضها، احنا كنا بنشوف هنا في مبنى وزارة الخارجية، وده كان مشهد مشهور جدا في بعض حتى الافلام السينمائية كان بيتم تصويره، انه مبنى وزارة الخارجية او مبنى النايل سيتي تاور وجنبه عشوائيات الملاصقة ليها تماما. والمشهد ده مش بس كان في الافلام السينمائيه المصريه قبل 2011، لا ده كمان بيتم تصديره للميديا العالميه، انه شوف الفوارق الشاسعه ما بين الطبقات اللي هي بيفصل ما بينها امتار قليله جدا، برج شاهق وناس ساسريه للغايه، وجنبهم ناس مش لاقي حتى حنفيه ميه شرب ولا صرف صحي. النهارده المنظر ده مش موجود.
النهارده المنظر ده احنا مش شايفينه. النهارده تم ازاله كل العشوائيات دي وكل الفوارق بين الطبقات وبعضها تم ازالتها. اتفضلي. في الحقيقه انا بس عايزه اغطي مع حضرتك كل الجوانب والنواحي المتعلقه بجهود الدوله في هذا القطاع. احنا عندنا تقريبا 1300 مؤسسه رعايه اجتماعيه. تقييمك للخطه الحكوميه المتعلقه بالرعايه الاجتماعيه، وهنا انا ما بقصدش الصحه والقطاعات والاسكان والقطاعات الاخرى اللي حضرتك اتكلمت عنها، لكن بقصد القطاع الاجتماعي بشكل يعني خاص جدا، يعني التوجه ناحية الأسر الأولى بالرعاية، التوجه ناحية الأمور الاجتماعية التفصيلية جدا اللي بتكون زي تكافل وكرامة مثلا اللي حضرتك ذكرته منذ قليل. هذه المبادرات وهذه الرغبة في الأمان الاجتماعي للمواطن كيف تحقق نجاح على المستوى العام في الدولة أو الإطار العام في الدولة الاقتصادي؟ يعني هي الخطة من البداية، أي خطة هيتم إقرارها بدون وجود بيانات وبدون وجود داتا وبدون وجود معلومات مستحيل الخطة دي تنجح. احنا قبل 2015 ما كانش عندنا اصلا داتا، احنا ما كناش عارفين هو الدعم بيروح فين. هو كان في دعم فعلا، مليارات، مئات المليارات تصرف او بتستنزف كل سنة على مدى عقود طويلة جدا اخر 40 سنة، لكن الدعم ده كان بيروح فين وكان مين بيستفيد منه؟ هل فعلا الناس اللي بتستفيد منه دي هي الناس اللي تستحقه؟ هي الناس اللي تحتاجه ولا لا؟ فاحنا اصلا ما كانش عندنا بيانات. يعني حضرتك من منذ قليل في الاخبار كنت بتتكلمي عن التحول الرقمي ورقمنه الدوله. المشروع ده هو ده المشروع القومي الاهم على الاطلاق اللي نفذته ونجحت فيه الدوله المصريه، ان احنا بقى عندنا بيانات. السيد الرئيس من ايام قليله كان بيتكلم ان احنا النهارده عندنا بيانات صحيه ل 70 مليون مصري. البيانات دي ما قدرناش نوصل لها الا لما عملنا المبادرات الصحيه اللي كان فيها الناس اخذت علاج مجاني وكشفنا عليهم واطمنا عليهم، لكن في نفس الوقت ان احنا بقى عندنا بيانات، هو خريطه المرض في مصر عامله ازاي وتوزيعها وفق المحافظات وفق الفئات العمريه وفق كل مرض وكل طبيعه محافظه وايه مشاكلها الصحيه بالظبط، عشان لما تقدر الدوله تتدخل بناء على معلومه. فاحنا النهارده بنتكلم ان احنا عندنا حوالي 4 مليون أسرة مسجلة في برنامج تكافل وكرامة، والرقم ده بيزيد كل فترة. فإحنا النهاردة البيانات هي كانت كل شيء، هي كانت البطل، لأن إحنا كان مستحيل الأمر كان أشبه بين إن إحنا إنه في قاضي يبقى قدامه أوراق قضية لكن هو مش قادر يسمع للخصوم، فبالتالي حكمه هيكون مشوش. فإحنا النهاردة القاضي ده هو الحكومة، النهاردة مستحيل إنها تدي مساعدة أو تصدر تقييم أو تصدر قرار بدون ما يكون عندها أصلا داتا ويكون عندها بيانات. الأمور اللي تمت في هذا المجال الحقيقة كان نفسنا نناقشها مع حضرتك لكن الوقت بيداهمنا. أشكرك شكرا جزيلا.